منتخب النيجيري. حمدي، كيف تعامل الإعلام المصري هناك في القاهرة مع خروج مصر من الدور الثاني وكذلك إقالة المدرب في فيتوريا؟ خروج مخيب جدا. يعني مصر في الدورة السابقة تصل إلى النهائي، الأسوأ من خروج المنتخب المصري وأعتقد أغلب المنتخبات العربية هو الأداء كذلك. يعني أنك تخرج بدون فوز في أي مباراة، يعني تعادل في كل المباريات والخسارة في الأخيرة شيء مؤسف للغاية. صحيح أن المنتخب المصري يعني كان سيء الحظ في عدة إصابات، كان خروج محمد صلاح، إصابة الشناوي، إمام عاشور في النهاية برضو ما كانش موجود في المباريات المهمة، كان عدة إصابات مهمة كثيرة جدا. أعتقد من أهمها يعني الشناوي، أعتقد كان وجوده كان ممكن يغير كثير في خاصة الوصول إلى ركلات الترجيح مع أبو جبل جباسكي اللي اختلف تماما مستواه عن النسخة الماضية وضيع، بعتبر أن هو ضيع فرصة. شاهدنا الإعلام المصري يجلد المدرب روي فيتوريا، يسلخ جلد محمد صلاح بعد ذهابه إلى إنجلترا من أجل العلاج، شاهدنا محللين مصريين ولاعبين دوليين سابقين يهاجمون بقسوة المنتخب المصري، خاصة المدرب أبرزهم وائل الجمعة الذي قال كل شيء في تلك المداحة. هنجيبها نقطة نقطة بسرعة. محمد صلاح لأن الناس سخطت عليه، اعتقد أنه هو يعني بيدعي الإصابة وأن خروجه من المنتخب يعني ينقص من عزيمة اللاعبين، ولكن هو من المباراة الثانية خروجه من الشوط الثاني كان تحدي كبير جدا للاعبين والمنتخب المصري، خلاه أنه هو يلعب بشكل أفضل. أحيانا في مباراته الأخيرة كان المنتخب يفتقد كثيرا محمد صلاح، ليس لإحداث فارق في الهجوم ولكن إحداث ينقص وتيرة الهجوم عند الخصم، لم يكون في عندك لاعب قوي جدا يخليك ان انت نازل فيها. لكن هو يعني حتى لا نسيء الظن، هو بنفسه كتب تصريحات وقال انا هحاول بقدر الامكان ان انا ارجع في اسرع وقت ممكن، والناس اولوها لانه في ليفربول دلوقتي يعني انت لاعب وعندك تعاقدات واي اصابه ممكن تحصل لها لو انت هتقعد فيها 6 شهور، طب شكرا خليك في البيت. فدي التأويلات بتاعتهم. انما فيتوريا انا بالنسبه لي حتى في حمدي سامحني قاطعتك، لم ينتقد الاعلام المصري والجماهير المصريه لم تنتقده على الاصابه او ربما لانه زيف الاصابه، انتقدته اكثر لانه اخذ قرار ترك المنتخب المصري والسفر الى انجلترا. هذا هو ما خدش القرار يعاب على هو المفروض حصلت اصابه. احنا دلوقتي بنتكلم في تأويلات، لكن لما نيجي للمنطق والتصريحات والمعلومات انه وفق الاتحاد المصري انه فعلا اصيب، والتقارير تقرير الطب يقول انه اصيب، ارسلت لليفربول، ليفربول قال لك لا ابعته لي يتعالج عندي وبعدين لما يتعافى في اسرع وقت ممكن يعود. هو في تصريح عمله على الانستغرام اللي بالنسبه لي يعني حتى انا عذرته فيه شويه، يعني حتى تشوف المشاهدات والكاميرا مسلطة عليه في آخر مباراة وهو بيتابعها كما لو أنه بيقول يعني أنا قلبي مع المنتخب بس إيه يعني الله في تبقى هذه ولا هذه. هو تلقى هجوم كبير جدا، مش هندخل في نوايا الناس. أما فيتوريا كان يتقاضى راتب ضخم، في المقابل شفنا أداء سيء ليه جدا بصراحة. يعني اعتقد لو كان كيروش هو المستمر كان الاداء يفضل يكون افضل من كده بكتير، اضافه الى المستوى اللاعبين اللي اليوم فيتوريا اتهم بعض اللاعبين في تصريحات لوسائل الاعلام المصريه. هو قال انا اتخذت، سامحني يا حمدي، قال انا اتحمل المسؤوليه ولكن في الجهه المقابله انا اتخذت قرار باستدعاء اكثر جاهزيه سواء من البطوله المصريه او من الدوريات الاوروبيه، ولكني صراحه تفاجات من مستوى بعض اللاعبين في هذه الدورة بدون ذكر أي أسماء. لاعبين المنتخب بالنسبة لي خاصة في المباراة الأخيرة استماتوا في اللعب، الإصابات لعبت دور، الخطة الثانية لعبت دور، وجباسكي لعب الدور الكبير. أنا بالنسبة لي هو ده اللي ضيعنا، فهمتني؟ ولكن في الأول والآخر المدرب عبارة عن خطط ورؤية، قد يكون يفقدها خلاص، دي اخر ما عنده، ما يقدرش يخليك تمشي وتتوافق مع منتخب اخر ما تمشيش، فهمتني؟ فدي الجزئيه. انا المشكله الكبيره دلوقتي يا محمد ان هو في استقرار الاتحاد دلوقتي على تعيين مدرب مؤقت اللي هو كابتن محمد يوسف، كان المدير الفني السابق لنادي الاهلي، ولكن المشكله الكبيره استغنوا سابوا اسماء كبيره جدا اللي هي ممكن تكون اسماء مؤقته للمنتخب المصري، مع الى حين الاتفاق مع مدرب أجنبي جديد
يعني مش اسماء ثقيله اللي عندها باع في التدريب في مصر ما تقبلش انها تكون اسماء مؤقته لمدرب جديد. مش بدأ مثل حسن شحاته، من المستحيل ان مدرب مثل حسن شحاته مستحيل يقبل انه يكون مدرب فتره مؤقته في انتظار تعيين مدرب جديد. على كابتن محمد يوسف، اخر فريق دربه مين؟ البنك الاهلي 2020 فترة مؤقتة يا حمدي. يا سي ما كل مؤقت، تاريخ تدريبه كله مؤقت، مع النادي الأهلي مؤقت، البنك الأهلي مؤقت. ربما هذه الفترة لن تتجاوز في أكثر، في أقصى تقدير حمدي. الشهر في أقصى حمدي. تقدير فضل. من بيليك بكري محمد صلاح. محمد صلاح وكاش المنتخب المصري وجد محمد صلاح يعني صابوا في المقابلات الحاسمة ولا مرة شمع. ولا مرة. عكس أوسيمان على سبيل المثال، عكس اللعب تاع كوت ديفوار فوفانا، مقاتلين فوق أرضية الميدان. أما محمد صلاح ولا مرة شفته يعني حكم لهذا الفريق المنتخب المصري. حسن شحاتة، اسمح لي قاسي السعيد، حتى حسن شحاتة المدرب القدير للمنتخب المصري تحدث وقال بأن مصر لم تجد محمد صلاح في أوقات الشدة، وتساءل ماذا قدم صلاح للمنتخب المصري. بادي نعم، لاعب كبير مثل محمد صلاح اللي يعتبر من بين الافضل في افريقيا والافضل في اوروبا ما تلقاهش يعني في وقت شده، عكس ما وجدنا احنا فيه رياض محرز في كاس افريقيا 2019 في مصر. يعني محمد صلاح خيب الجماهير المصريه لا في كاس افريقيا، ايضا في 2022 اللي كانت في الكاميرون وقتها المنتخب المصري نشط النهائي، ايضا محمد صلاح كان من بين يعني الناس اللاعبين اللي تسبوا في اقصاء المنتخب المصري من كاس العالم، وقتها لم يقدم ذاك المستوى اللي كان مطلوب منه، لكنه اهل مصر لكاس العالم 2018 وقتها، لكن في الوقت الحالي اللي وصحح تختلف. اسمح لي، طموحات محمد صلاح دلوقتي في اوروبا اختلفت واعتقد الله اعلم كما لو انه طموحاته في اوروبا صارت او اصبحت فوق المنتخب المصري. هذه في اخر المسيره، هذا تقريبا بنسبه كبيره جدا سيكون اخر موسم لمحمد صلاح في اوروبا، لانه اولا تقدم في السن، ثانيا لانه تلقى عرض فلكي من الدوري السعودي، اعتقد نادي النصر السعودي، نادي النصر السعودي، المهم نادي من الانديه السعوديه عنده عرض جاهز على الطاوله 200 مليون يورو سنويا. لا لم يرفضه، رقم لا رفضه، لا لم يرفضه، النادي رفضه. ليه؟ لانه النادي رفض. طلع، شوف انا محمد صلاح انا عارف محمد صلاح اذا طلع ان هو قبل ان يخرج من اوروبا ان يكون حاصلا على الكره الذهبيه، لا هذه هي المشكله الكبيره. لا 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 السبع. شوف كان قاب قوسين ادنى واعطى نعطيك انا اتابع جيدا انتقالات اللاعبين. محمد صلاح كان اعطى اتفاقه وموافقته على العرض في الصيف الماضي، ولكن اداره ليفربول رفضت السماح لمحمد صلاح بالانتقال الى السعوديه. الان محمد صلاح يقضي اخر مواسمه في اوروبا وفي فريق ليفربول قبل الانتقال الى الدوري السعودي. لا مجرد توقع، ليس مجرد توقع، اكثر من توقع، لانه قلت لك العرض لا زال موجودا وكان عرض رسمي. هناك فرق بين العروض، عروض الصحافه، عروض وسائل الاعلام، والعروض الرسميه. كان عرض وصل إلى نادي ليفربول ووضع على طاولة نادي ليفربول، ولكن نادي ليفربول رفضه، بما أن نادي ليفربول هو الذي لازال يملك عقد اللاعب ويملك الحق في تقرير مصير اللاعب. نادي ليفربول ارتأى أنه لازال يحتاج اللاعب في هذا الموسم. الآن بعد مغادرة يورغن كلوب الذي أكد أنه سيغادر مع نهاية الموسم، نادي ليفربول بكل تأكيد محمد صلاح بكل تأكيد سيغادر نحو الدوري السعودي، لأن هناك الكثير من الأموال التي سيتقاضاها في عام واحد، ربما لم يتقاضاها طيلة مسيرته الكروية في عام واحد فقط. حتى نكون مجحفين كذلك، يعني تبقى هذه مجرد تأويلات، فهمني؟ احنا لو هنرجع كصحفيين نرجع للمعلومات ونرجع للتقارير ان هو خرج من المنتخب المصري لنتيجة اصابة ايا ما كان، ولكن قبل الاصابة، نتحدث ما قبل الاصابة، هو للأسف لم يضف كثيرا الى المنتخب المصري طوال الفترة الماضية. كذلك كان هناك جزء من اخطاء المدربين انها كانت تشكل تجعل المنتخب المصري منتخب محمد صلاح وليس العكس، ان يكون محمد صلاح في خدمة المنتخب، هذا كان يشكل خطأ كبيرا في طريقة اللعب. ولكن حتى خروج محمد صلاح جعل المنتخب المصري يلعب، لأنه استطاع أو استشعر أنه تحقيق أي فوز سيحسب للمنتخب المصري بالكامل وليس محمد صلاح. نعم.